بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي ما جاء في تفسير هذه الآية من نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى وعدم شكرها، فإن هذا ينقص التوحيد، وهذا مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، أن نسبة النعم إلى غير الله وعدم شكرها أنه نقص في التوحيد، ونسبة النعم إلى الله جل وعلا والقيام بشكرها هذا مكمل للتوحيد. وقوله تعالى: ولئن أذقناه، ضمير الغائب يرجع إلى الإنسان المذكور في قوله تعالى في الآية التي قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. انظر إلى قوله: أذقناه رحمة منا، ذكر أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان عكس الأمر فلم ينسبها إلى الله وقال هذا لي. الله جل وعلا يقول منا وهذا يقول لي، يعني أنا مستحق هذا، أو أن هذا بسبب عملي وحذقي ومهارتي وما أشبه ذلك من الأقوال التي فيها كفران النعمة وعدم شكرها. هذا لي، أي أنا محقوق به، أنا مستحقه، وينكر أنه فضل من الله، بل يقول هذا حقي، أنا مستحق لهذا وليس لله فضل. وإن لم يقل هذا بلسان المقال فإنه يقوله بلسان الحال، إذا قال هذا أنا محقوق بهذا فمعناه أنه لم يعترف بفضل الله عز وجل، أو قال هذا بعملي أو بكدي أو كسبي أو غير ذلك من الأمور. فالواجب نسبة النعم إلى الله والقيام بشكرها قولا واعتقادا وعملا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا هو الواجب. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، بعد ضراء مسته، فكون النعمة جاءت أو الرحمة جاءت بعد الضراء، من الذي أزال الضراء وأحل محلها الرحمة؟ هل هو يستطيع الإنسان أن يزيل الضراء عن نفسه؟ لا يستطيع الإنسان أن يزيل الضراء عن نفسه، فلله جل وعلا هو الذي يزيلها، والإنسان يعترف أنه عاجز عن إزالة الضراء، بل إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله
وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فهو يعرف أنه ما يزيل الضر ولا يكشف الضر إلا الله جل وعلا. حتى المشركون وهم مشركون يخلصون في الشدة ويعلمون أنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا توسع نسي، إذا توسع نسي الضر الذي أنجاه الله منه ونسب هذا إلى نفسه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا توسع وزالت عنه الضر نسي ربه عز وجل، وإذا مسه الضر ذكر ربه. أما إذا جاءت السعة والنعمة فإنه ينسى ربه ويدعو معه غيره ويشرك بالله عز وجل وينسب هذا الشيء إلى نفسه وإلى جهده وعمله. صحيح أن الأشياء لها أسباب، ولكن لا تنسب إلى الأسباب، إنما تنسب إلى الله جل وعلا مسبب الأسباب. كم من سبب يعمل ولا يحصل شيء، السبب لذاته لا يوجد شيئا، وإنما الموجد هو الله جل وعلا. فكم من أسباب بذلات وكم من ولم يحصل شيء، هذا دليل على أن السبب ليس بلازم أنه يوجد النتيجة، وإنما هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. نعم. وهذا يكثر على ألسنة الناس الآن من مدحهم لأنفسهم ومدحهم لغيرهم، وأن هذه الأشياء حصلت بمجهودات فلان وبمهارة فلان وبكذا وبكذا، في الصحف والمجلات والإذاعات ثناء على المخلوقين ونسيان لله سبحانه وتعالى. ما تسمع إلا ما قل على ألسنتهم الشكر لله وأن هذا فضل من الله، بل كلها مجهودات فلان وأعمال فلان والإطراء والمدح. يثنى على الإنسان بقدر جهده، لكن لا ينسب الأمر إليه ولا ينسب المحصول إليه، وإنما يشكر الله وينسب إلى الله عز وجل. والمخلوق ينسب على قدر جهده، يعني يحمد ويشكر على قدر جهده، لكن الشكر المطلق يكون لله سبحانه وتعالى. فيقال لولا الله ثم فلان، لولا فضل الله عز وجل ثم فلان، يكون الأمر واضحا على المنهج السليم. أما أنه ينسى الله وتنسب الأشياء إلى المخلوق ويعظم ويطرأ وما كان لله جل وعلا أي منة، هذا كفران للنعمة. نعم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. قال مجاهد بن جبر تابعي الجليل من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس كذا وكذا مرة، أقف وأسأله عن كل آية. فهو إمام المفسرين، لأنه روى هذا عن حبر الأمة ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا الذي حصل بعملي، سبب عملي وكدي وكسبي، وأنا مستحق له، محقوق به يعني مستحق له. هذا معناه إنكار نعمة الله عز وجل ونسبة هذا إليه. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي، المعنى واحد، يريد من عندي يعني أن حصوله من عندي وسببي. نعم. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. قال قتادة بن دعامة السدوسي الإمام الجليل
نعم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. نعم، والمعنى واحد، على علم مني بوجوه المكاسب، اني حاذق بالتجارة والاقتصاد، عندي خبرة اقتصادية ومعرفة بالأسواق وبالعرض. يرجع هذا إلى حذقه ومعرفته بوجوه المكاسب، ولا يعترف لله جل وعلا بفضل ومنه وكرم. حتى لو كان الإنسان يعرف، لو هم تخصصوا في الاقتصاد، تجد أفقر الناس المتخصصون في الاقتصاد، ما عندهم شيء. تجد اللي ما يعرفون الاقتصاد ولا درسوه، تجدهم تجار كبار، تجار الكبار ما درسوا الاقتصاد ولا تخرجوا من جامعة، ولا دل على أن هذا ما هو مرجعه إلى مجهودات البشر وخبرة البشر، إنما هذا من الله جل وعلا. ولكن مجهودات البشر ومعرفة البشر هذه أسباب لا تعد أن تكون أسبابا، قد تترتب عليها مسبباتها وقد لا تترتب. نعم. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد: على علم عندي، نسب العلم إليه. وأما هذا القول فنسب العلم إلى الله، وأنه يعلم، الله يعلم أني مستحق ولذلك أعطاني، فهو يرجع للقول الأول، مع قول أنا محقوق به، يعني علم الله أني محقوق به فأعطاني، هذا لا يختلف عن القول الأول، عن قول مجاهد. نعم. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. على شرف يعني على جاه، وعلى يعني على شرف آبائه ونسبه وكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع، قال أحدهما: الإبل. وقال الآخر: البقر. قال: فأعطي ناقة عشرا، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إلي؟ قال: الغنم. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة، فأعطي شاة والدا. شاة. فأعطي شاة والدا. أعطي شاة يعني مفعول ثاني منصوب، والمفعول الأول نائب فاعل، أعطي يعني هو. نعم. فأعطي شاة والدا. نعم. فأنتج هذان وولد هذا. فأنتج هذان وولد هذا. نعم. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم.
قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإن مبتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. نعم، هذا الحديث في الصحيحين في هذه القصة العظيمة، وهي أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل يعني ذرية يعقوب عليه السلام، لأن إسرائيل هو يعقوب، ثلاثة نفر أبرص وأقرع وأعمى أصحاب آفات. البرص هو مرض جلدي يصيب الجلد، يتغير لونه إلى بياض ليس حسنا أو إلى سواد، بعض البرص سواد يصير، لكن الأغلب أنه يكون بياض غير مستحسن. ترتفع الأدمة التي خلقه الله عليها ويكون أبيض بياضا غير لائق، ولا علاج لهذا المرض، لا يقدر الأطباء على علاجه. ولهذا جعل الله شفاء الأبرص من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، تبرئ الأبرص والأكمة، هذا من معجزات الأنبياء لا يقدر عليها إلا الله، ولا تكون إلا للأنبياء معجزة. والأقرع هو الذي لا ينبت على رأسه شعر، هذا مشوه، لأن هذا الشعر جمال، الشعر على الرأس جمال ووقاية للرأس، إذا كان ما عليه شعر كله صار مشوه. والثالث أعمى، والأعمى معروف ذهب بصره، فجاء إلى الأبرص فقال له ما تريد، يعني أرسل الله ملكا، تصور بصورة إنسان، ملك من الملائكة تصور بصورة إنسان لئلا ينفر منه الناس، لأن الملك لا يأتي الناس بصورته الملكية، إنما يأتيهم بصورة مثل صورتهم لأجل ألا ينفروا. فجاء الأبرص قال له ما تريد؟ قال أريد لونا حسنا وجلدا حسنا، هذا أهم شيء عليه، ويذهب عن الذي قد قذرني الناس به. فمسحه الملك فذهب عنه البرص وجاءه لون حسن. فقال أي المال تحب؟ بعد زيادة، أي المال تحب؟ قال الإبل أو البقر، شك من الراوي، هذا من دقتهم في الرواية،
أنهم لا يجزمون إذا كان فيها شك جاءوا بالاحتمالين براء للذمة. ونحن على طول نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، ونحن ما عندنا غلبة ظن على الأقل. وأصحاب رسول الله إذا شكوا جاءوا بالاحتمال براءة للذمة، فأعطاه ناقة عشراء هي التي مضى على حملها 8 أشهر قربت من الولادة، هذه العشرة من الإبل وهي أنفس الأموال، إذا العشار عطلت أنفس الأموال. ثم قال له بارك الله لك فيها، دعا له الملك للبركة، لأن المال إذا لم تنزل به البركة فإنه لا ينمو ولا أو يتلف، فدعا له بالبركة. هذا من باب الامتحان. ثم أتى إلى الأقرع فقال له أي شيء تريد؟ قال أريد شعرا حسنا ويذهب عني الذي قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه القرع وصار له شعر على رأسه، زالت عنه الآفة، هذه نعمة عظيمة. قال أي المال تريد؟ زيادة خير. قال أريد البقر أو الإبل، فأعطاه بقرة حاملا بولد في بطنها ولدها، فقال له بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأعمى فقال أي شيء تريد؟ قال أريد أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، البصر نعمة عظيمة، فمسحه ورد الله عليه بصره. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاتا حاملا وقال له بارك الله لك فيها. فوقعت البركة على هذه الدواب للثلاثة، وصار لكل واحد منهم وادي، واحد عنده وادي من الإبل، والثاني يعني ما يملأ الوادي، عنده ما يملأ الوادي من الإبل نمت نموا عظيما، والثاني واد من البقر، والثالث واد من الغنم، صاروا أغنياء أصحى، تمت عليهم النعمة. لكن شو العاقبة؟ ماشي، لأن ما زالوا الآن في دور الامتحان والاختبار. ثم جاءهم المرة الثانية، جاءهم هذا الاختبار، جاء إلى الأول فقال له رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، أو الحيال بالياء، الحيل جمع حيلة، ولا بلاغ اليوم إلا بالله. ثم شوف الأدب، أدب عباد الله الصالحين، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ما قال ما لي بلاغ إلا بك، قال بالله ثم بك، هذا هو التوحيد. ولم ينسب هذا إلى السبب، وإنما نسبه إلى الله. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا نتبلغ به في سفر. فقال الحقوق كثيرة، اعتذر أو معطي شيء، قال الحقوق كثيرة، أبغى تعطيك وأعطي فلان وأعطي فلان، نفدت الإبل. فقال إن كنت كاذب، ألم تكن كأني أعرفك، ألم تكن كذا وكذا، أبرص يقذرك الناس، فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، وكنت فقيرا فأغناك الله، لكنه لم ينتفع بالموعظة، ذكره بحاله من قبل ألم ينتفع بالموعظة. والعجيب أن الملك جاءه بصورته التي كان عليها ليذكره، فقال إن كنت كاذبا
فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه الملك، الأول دعا له والمرأة الثانية دعا عليه، ثم ذهب إلى الأقرع وطلب منه مثل ما طلب من الأبرص، ورد عليه الأقرع مثل ما رد عليه الأبرص، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني فقيرا أقرع. ثم ذهب إلى الأعمى فطلب منه المساعدة وعرض عليه حاله وفقره، لا هو ما هو فقير، هو ملك من الملائكة، لكن هذا من باب الاختبار. فقال هذا الثالث: قد كنت أعمى، يعني تذكر نعمة الله عليه، قد كنت أعمى، اعترف بنعمة الله، فرد الله علي بصري وأعطاني هذا المال، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك بشيء أخذته لله. هذا الشكر لله سبحانه وتعالى عز وجل. فقال له الملك: يعني الآن انتهى الامتحان، ما بقي إلا النتائج، النتائج ما هي؟ قال له: أمسك عليك مالك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، هذه النتيجة. فهذا سلم له ماله ورضي الله عنه بسبب هذا الكلام الطيب وهالشكر وهالاعتراف. وأما الآخران فسخط الله عليهم. فالحديث حديث عظيم وهو في الصحيحين، فيه فوائد. أولا فيه ذكر القصص الصحيح لمن كان قبلنا لأجل الاعتبار والاتعاظ، ما هو القصص اللي مجرد للتلهي ولا وله بالقصص المكتوب أو بل القصص الصحيح الثابت اللي في القرآن ولا في الصحيح في الأحاديث الصحيح، إن طالب العلم يذكره للناس ويشرح لهم لأجل الاعتبار. الرسول صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه هذه القصة العجيبة. وفيه وصف الله جل وعلا بأنه يرضى ويغضب، وهما صفتان لائقتان به سبحانه كسائر صفاته، ليست كصفات المخلوقين. المخلوقون يغضبون ويرضون، لكن والله يرضى ويغضب، لكن فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما هي القاعدة المعروفة. ثالثا الحديث ما ساق المصنف القصة من أجله، وهي وجوب شكر النعمة، وأن كفر النعمة يوجب غضب الله ويوجب العقوبة، وأن شكر النعمة يوجب رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد من القصة للباب، أن شكر النعمة يوجب رضا الله، وأن كفرها يوجب غضب الله سخطه. الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه سنة الله جل وعلا في الشاكرين أنه يرضى عنهم، وهذا أعظم شيء، رضا الله، رضوان من الله أكبر، أفضل النعم وأعظمها رضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر، وتوجب أيضا البركة، توجب بقاء المال وزيادته ونموه، لئن شكرتم لأزيدنكم، وأن كفران النعم يسبب غضب الله ويسبب زوال النعم. نعم. قوله:
باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى. نعم ذكر تفاسير السلف لها وتفاسير وإن تنوعت فإنها لا تختلف لأن الآية تحتملها كلها، وهكذا اختلاف المفسرين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وكل واحد من المفسرين يأخذ باحتمال من احتمالات الآية، فإذا جمعتها وجدت أن الآية تدل عليها كلها. نعم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة إلى آخره، وليس ما ذكروا اختلافا وإنما هو أفراد المعنى. أفراد المعنى يعني كل قول هو من مضمون الآية. نعم. قوله وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا. الحديث وهذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها. قال ابن القيم أصل الشكر والاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر نعمة المنعم فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع المنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. نعم يعني الناس أقسام، منهم من لا يعرف النعمة ولا يفكر فيما أعطاه الله ولا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى ما مع الناس ويتأسف ويتحسف أنه ما هم مثل فلان وينسى ما أعطاه الله وما أنعم به عليه، إنما ينظر إلى النعم التي مع الناس فلا يعرف النعمة. ومنهم من يعرفها لكن لا ينسبها إلى الله وإنما ينسبها إلى نفسه أو إلى غير الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يعرفها ويعرف المنعم بها وهو الله لكنه لا يخضع لله ولا يستعملها بطاعته بل يستعملها في معاصيه وفيما يغضبه، يستعين بنعم الله على معاصيه على غضب الله عز وجل، هذا غير شاكر للنعم. وأما الذي عرفها وعرف المنعم بها وذل لله وخضع له واستعملها بطاعته فهذا هو الشاكر، ولكن هذا قليل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. نعم. انتهى. نعم. كلام عظيم كلام مقيما. نعم. قوله قدرني الناس به أي بكراهته، أي بكراهته رؤيته وقربه منهم. نعم البرص مكروه عند الناس، إذا رأوا الأبرص يتقززون من منظره. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. نعم تفسير الآية بكلام السلف، تفسير الآية بكلام السلف الذي ذكره المؤلف عن مجاهد وعن ابن عباس نعم وعن قتادة
نعم. الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي؟ هذا لي أي هذا بقدرتي وعلمي وخبرتي إلى آخره. نعم. الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي؟ نعم مثل الأول على خبرة ومعرفة وحذق، فينسب هذا إلى نفسه. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ نعم فيها عبر عظيمة. نعم. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. هذه قصة آدم وحواء عليهم السلام في آخر سورة الأعراف، قال جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلق آدم من تراب، من طين، من تراب، من حمأ مسنون، المعنى واحد، أصله التراب ثم صار طينا ثم صار حمأ مسنونا ثم خلق الله منه آدم بقدرته سبحانه وتعالى من غير أب ولا أم، أوجده من عدم من التراب. خلقكم هو الذي خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها وهي حواء، خلقها الله من آدم من ضلعه الأيسر، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. والحكمة في ذلك ليسكن إليها، ليسكن الزوج إلى زوجه، يحصل السكن والطمأنينة والراحة. أما الزوج الرجل الذي ليست له زوجة فإنه لا يحصل له سكن نفسي روحي، وكذلك المرأة التي ليس لها زوج لا يحصل لها السكون النفسي والراحة، إنما يحصل هذا بين الزوجين يسكن إليها. هذا من أعظم مقاصد الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة يسكن إليها. فلما تغشاها يعني وطئها كما يفعل الزوج مع زوجته، هذا من مقاصد الزواج، قضاء الشهوة، طلب الولد، هذا من مقاصد الزواج. الزواج له مقاصد عظيمة كثيرة. فلما تغشاها حملت، علقت بالنطفة في رحمها حملا خفيفا، هذا في أول أطوار الحمل المرأة ما تحس به تماما، تمشي وتروح وتجي فلما أثقلت، هذا في الطور الرابع لما نفخت فيه الروح أثقلت بالحمل، هذا عادة النساء. لما أثقلت دعوا الله ربهما آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا أي مولودا سويا، صالحا يعني مولودا سويا، لأنه كان في الأول يولد لهم أولاد ويموتون ما يعيشون. فطلب من الله جل وعلا، وهذا فيه الرجوع إلى الله في طلب الحاجات، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي مولودا سويا يعيش ويبقى لنكونن من الشاكرين، تعهد بذلك لله عز وجل. هذا فيه شكر النعمة، وأن الولد السوي بالخلقة أنه من نعم الله سبحانه وتعالى. فلما آتاهما صالحا أي أجاب دعاءهما ورزقهما مولودا سويا وسلم من الموت عند الولادة،
جعلا له شركاء فيما آتاهما. ما تفسير هذا جعلا له؟ أي آدم وحواء جعل لله شركاء، ما قال شركاء مطلقا بل قال فيما آتاهما، يعني في هذا المولود. وإلا حاشا وكلا على الأنبياء الشرك الأكبر، بل إنما هو شرك جزئي فيما آتاهما. ما صفة هذا الشرك وما سببه؟ أما سببه فهو أن الشيطان أتاهما وقال لا تسميانه عبد الحارث، يعني يعبدانه لغير الله، والحارث هو الشيطان، قيل كان اسمه الحارث، ثم إنه لما لعن وطرد سمي إبليس، قال سمياه عبد الحارث أي عبداه لغير الله، وإلا سأعمل كذا وكذا لا أجعل له قرونا ثم يشق بطن أمه ثم تموت. فلم يطيعاه في الأول فمات الولد، ثم حملت مرة ثانية، ثم جاءهما وقال لهما مثل القول الأول، فأخذهما حب الولد فسمياه عبد الحارث لأجل أن يسلم من الشيطان. الله عتب عليهما ذلك، جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذا هو الصحيح بتفسير الآية، وهو الذي اختاره ابن جرير والشوكاني والمؤلف هنا والشارح، كلهم مشوا على هذا القول، وأن المراد آدم وحواء. وذهب آخرون كابن كثير إلى أن المراد ذرية آدم وليس آدم ولا حواء، لأن آدم نبي ولا يقع منه هذا. وحتى أن ابن كثير قال على هذا من الإسرائيليات، ولكن الصحيح هو القول الأول للسياق. السياق في آدم وحواء ظاهر، وصرفه عن آدم وحواء تعسف، لكن آخر الآية تعالى الله عما يشركون هذا المراد به الذرية، وهذا من باب الالتفات، هذا من باب الالتفات والانتقال من آدم إلى ذريته آدم، والسياق يقتضي هذا، والضمائر كلها بالتثنية أي تدل على أن المراد آدم وذريته. أما ما نوع الشرك الذي حصل فهو شرك أصغر، شرك في الطاعة فقط وليس شركا في العبادة، شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة ولا في التألف، فهو شرك أصغر. ومن أطاع مخلوقا في معصية الله فهذا شرك، نوع من الشرك، من أطاع مخلوقا في معصية الله هذا نوع من الشرك يسمى شرك الطاعة، وهو شرك أصغر. والأنبياء قد تقع منهم الصغائر لكنهم لا يقرون عليها بل يتوبون منها، فهم معصومون من الاستمرار على الصغيرة وليسوا معصومين من الوقوع في الصغيرة، لكن معصومون من الاستمرار عليها. وما ذكر ذنب لنبي إلا وذكرت معه التوبة، هذا مضطرد في القرآن، ما ذكر أن نبيا وقع منه ذنب صغير ولم يتوب أبدا. هذا هو الصحيح في معنى الآية، والشاهد منها أن تعبيد الاسم لغير الله نوع من الشرك، كان يقال عبد الحسين، عبد الرسول، عبد الكعبة، عبد العزة وما أشبه ذلك، لأن العباد عباد الله جل وعلا، العبودية العامة والعبودية الخاصة. العبودية العامة هي العبودية التي معناها أنهم خلق لله وملك لله ويتصرف الله جل وعلا فيهم، هذه تشمل المؤمن والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكلهم عباد الله تصرف فيهم كيف يشاء، ولا أحد يخرج عن أمر الله جل وعلا القدري الكوني، ما أحد يخرج عما يقضيه الله ويدبره عليه،
لا المؤمن ولا الكافر ولا الملائكة ولا غيره، ما أحد يخرج عن أقدار الله جل وعلا، فهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. والعبودية الخاصة هي الألوهية، عبودية الألوهية، وهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، هذه عبادة الألوهية. والأولى عبادة الربوبية فقط، فتسمية المخلوق عبدا لغير الله هذا شرك في الربوبية، وهو شرك الطاعة، شرك الطاعة، شرك في الربوبية. هذا ما قيل في الآية، وهذا هو الجواب عن من خالف في أنها تعني آدم وحواء. ففي هذا تحريم تعبيد الأسماء لغير الله، تحريم تعبيد الأسماء لغير الله، وأن هذا شرك، سماه الله شركا لكنه شرك أصغر. أما إذا أريد عبد المسيح أو عبد الحسين أو عبد الكعبة العبادة، أنه يعبد المسيح أو يعبد الحسين أو يعبد، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ولهذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا، يعني أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب، حاشا أي استثنى عبد المطلب وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، هذا في غزوة حنين، دل على أن عبد المطلب لا يدخل في هذا. ولكن الواقع أن عبد المطلب ما هو من التعبيد الذي هو المحذور، وإنما عبد المطلب له قصة. عبد المطلب اسمه شيبة، شيبة بن هاشم ابن عبد مناف، اسمه شيبة، ولكنه كان في زيارة لأخواله بني النجار في المدينة، فذهب إليه عمه المطلب ابن عبد مناف، عمه المطلب ابن عبد مناف، وجاء به من المدينة وهو صغير، فأصابه سواد بسبب السفر، بسبب السفر تغير لونه صار أسود، فلما رأوه قالوا: هذا عبد للمطلب، يعني مملوك، ظنوه مملوك، لأن يعني عندهم العبيد معروف، فظنوا أن المطلب جاء بهذا مملوكا له وعبد له، ولا عرفوه أنه من بني هاشم، ما عرفوه أنه من بني هاشم، وظنوا أن المطلب اشتراه ولا، فقالوا عبد المطلب، فمضى يقال له عبد المطلب من باب التلقيب لا من باب التسمية، من باب التلقيب لا من باب التسمية. نعم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. ابن حزم هو الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، مشهور من الأئمة المشهورين، وإن كان يؤخذ عليه حدة اللسان رحمه الله، ويؤخذ عليه تمذهبه بالظاهرية، وهو الأخذ بظواهر النصوص دون النظر في معانيها، والقول بالقياس على العلل، الذي خالفه فيه جماهير أهل العلم، فيه خالف الظاهرية جماهير أهل العلم في هذا، وإلا فهو إمام جليل وبحر زاخر، ومؤلفاته مشهورة من أعظمها المحلى. نعم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني إلا عبد المطلب فإنه كما ذكرنا لكم ما هم من باب التسمية، وإنما هو من باب التلقيب، أنهم لقبوه بعبد المطلب ظنا منهم أنه مملوك له بسبب
سواده الذي رأوه عليه من سبب السفر. نعم. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. قرني أيل الوعل، يعني العيل، العيل ذكر الوعول. نعم. فيخرج من بطنك فيشقه. نعم. ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. كلا وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وإلا الله قادر على أنه يمنع إبليس من هذا العمل، ولكن هذا من باب الابتلاء والامتحان، والابتلاء والامتحان يجري على الأنبياء فضلا عن غيرهم. نعم. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت. ابتلاء وامتحان، كل هذا ابتلاء وامتحان. نعم. فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم. رواه ابن أبي حاتم، يعني في التسمية فقط. نعم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا تفسير للآية، جعل له شركاء يعني في طاعته لا في عبادته، شرك الطاعة. نعم. ومن أطاع مخلوقا في معصية الله فقد أشرك، الشرك الأصغر. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. نعم. صالحا يعني في الخلقة، صالحا في الخلقة، فالولد السوي في الخلقة هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وكم تسمعون وكم ترون من المشوهين ومن المعوقين، ومن هذا ابتلاء وامتحان من الله، فإذا جاء الولد سليما فهذا من أكبر نعم الله على الوالد. نعم. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون، هذا ليس راجعا إلى آدم لأنه ضمير جمع، هذا راجع إلى الذرية، وهذا يسمونه من باب الالتفات، هو أسلوب عربي. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش. كلا وامتحان. نعم. فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن، جعل له شركاء فيما آتاهما. قال كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم. نعم. وعن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه به لعاش، فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة.
إلى آخر الآية. نعم. قوله قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد ابن سعد ابن حزم سعيد ابن سعيد ابن حزم. نعم. القرطبي الظاهري. نعم. صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 له 72 سنة. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. نعم. قلت وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه. ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. نعم. كل العدنانيون من ذرية إسماعيل عليه السلام. نعم. حتى رحمه الله. وأما القحطانية هي العرب العاربة. نعم. وهؤلاء يقال لهم العرب المستعربة. نعم. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. شرك في الربوبية هذا بلا شك، وإذا قصد العبودية صار في الألوهية أيضا. نعم. وعبيد الله استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. نعم. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد. نعم. كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده. نعم. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر فقالوا عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد. نعم. لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة. وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفه في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم. وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته. قال شيخنا في معنى قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، إن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس، وهذا يزيل الإشكال. نعم. قصده بالشيخ جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا في المسائي ذكره الشيخ في المسائي. نعم. وهذا معنى قول
قول قتادة قولي، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. أمر واضح. نعم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، الآية تقتضي التحريم لأن الله سبحانه وتعالى أنكر هذا، هذا دليل على تحريم. نعم. الثانية تفسير الآية، تفسير الآية بأن في قصة آدم، تفسيرها قصة آدم وحواء. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسميته لم تقصد حقيقتها، ليست تسمية عبادة وإنما هي تسمية مجردة فقط. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. البنت كذلك. نعم. نعم. أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هو البنية النسخة البنت. طيب، على كل حال الولد، يعني أن سلامة الولد وسلامة خلقته من أكبر النعم على الوالد. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. ذكر السلف، ذكر السلف الفرق بين الشرك في العبادة والشرك في العبادة. نعم، هذه رواية شركاء لله في طاعته لا في عبادته دل على الفرق بينهما، وأن الذي حصل من آدم وحواء هو الأول، الشرك في الطاعة وليس في العبادة. نعم. فضيلة الشيخ، هل كفران النعم يصل إلى الكفر المخرج من الملة؟ لا، لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة إلا إذا اعتقد أن المخلوق هو الذي يحدث النعمة ويخلق النعمة، هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن المنعم هو الله والذي خلق هو الله لكن نسبها إلى السبب ولم ينسبها إلى الله، هذا شرك أصغر. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يجمع بين قولهم إن الشيطان اسمه الحارث وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهما الحارث وهمام؟ أين ما يمنع هذا أن إبليس اسمه الحارث، وحتى لو كان الاسم مباح، الحارث مباح، ما هو محرم، مباح أنه يسمى الحارث، لكن ما يقال عبد الحارث، الممنوع أنه يعبد له، هذا هو الممنوع. لا، ما يجوز أن تقول عبد محمد ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين، ما يجوز هذا. أما يكون يسمى الحسين أو يسمى الحارث أو يسمى، هذا يسمى مباح. نعم. فضيلة الشيخ، هل الماجد من أسماء الله تعالى، وهل يجوز أن يسمى واد ماجد؟ ألم بقى. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز شد الرحل للصلاة على فلان من الناس؟ السفر لا، ما يسافر من أجل الصلاة على جنازة، لكن يدعى له إن كان من سائر الناس، يدعى له، وإن كان أنه له شأن في الإسلام ومكانه في الإسلام صلى عليه صلاة الغائب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة على الغائب دون إذن الحاكم؟ بالنسبة للأفراد لا مانع، أفراد أو جماعة قليلون يصلون، أما بالمساجد والإعلان هذا من لازم من إذن الحاكم، أما أفراد يتفقون ويصلون أو فرد يصلي فهو ممنوع. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الشكر والحمد؟ ذكر العلماء أن الشكر يكون على الأفعال، الشكر يكون على الأفعال، وأما الحمد فهو أعم، والله جل وعلا يشكر لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله،
وأما الشكر فلا يكون إلا على الأفعال فقط، فهو أخص من الحمد. نعم. فضيلة الشيخ، هناك قصص إسرائيليات وأحاديث ضعيفة تذكر من أجل العظة والعبرة، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذكر الضعيفة والإسراء. لا، لأنها تشوش عليهم ولا تسعى عقولهم، يكتفى بما صح وثبت. نعم. فضيلة الشيخ، المرأة إذا اشترطت عند العمرة فحاضت، فهل تحل ولا شيء عليها؟ الحيض ليس حابسا، لا، الحيض شيء عادي عند النساء، قال صلى الله عليه وسلم شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو ليس حابسا، لكن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف، وإن اضطرها السفر فاليوم الوسائل ولا الحمد سهلة، تسافر وإذا طهرت يأتي بها محرمها وتطوف، أسفار سهلة اليوم، ما هي صعبة مثل من أول على الإبل ومسافات أشهر. الحين ساعات في الطائرة أو في السيارة، نعم سهلت. نعم. فضيلة الشيخ، في الحديث اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هل قوله فإنه الآن يسأل خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم الواقعة، وهل يجوز أن نقولها في المقبرة؟ لا، قل استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولا تقول إنه الآن بالتحديد، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما طلب الدعاء والاستغفار هذا عام، لكل من دفن من المسلمين يوقف على قبره ويدعى له ويستغفر له، يسأل له التثبيت. نعم. فضيلة الشيخ، وإن رويت لهم حديث الرسول، جبت لهم حديث الرسول بلفظه، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ، رجل طلب من أحد المحسنين معونة لفقير فأعطاه شيك باسم الفقير، فهل له أن يقسم المبلغ بين الفقير وبين أخيه؟ لا، ما يجوز، لأن صاحب المبلغ خصه للفقير، لا يجوز أنه يؤصر للفقير، ما يجوز يؤخذ من الفقير ويعطى لغيره. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يسمي ناصر ورحيم ورحمن؟ لا بس سمي رحيم ورؤوف، الممنوع التعريف الرحيم أو الرؤوف أو هذا هو. أما رؤوف رحيم، قال جل وعلا في رسول بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. فضيلة الشيخ، سألني أحدهم أنه لماذا يعذب الله سبحانه وتعالى أصحاب النار، وأنه قد كتب عليهم الشقاء كما جاء في السنة، وقد أشكل علي تفسير ذلك. ولا يعذبهم لأنه كتب عليهم الشقاء، لكن يعذبهم لكفرهم وأفعالهم، يعذبهم بأفعالهم وأعمالهم التي عملوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، يعذبهم على أفعالهم، لا يعذبهم بمجرد القضاء والقدر عليهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة العبارة أن الدنيا والآخرة حسبة واحدة؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا الكلام. نعم. وماذا يفعل من أقبلت عليه الدنيا بعد إدبار وهو يخشى على نفسه من إقبالها؟ كيف يوفق الإنسان بين الدنيا والآخرة؟ إذا أقبلت عليه الدنيا من وجوه حلال، هذا ابتلاء وامتحان بلا شك، لكن عليه يكثر من الإنفاق والصدقة، الإنفاق في سبيل الله والصدقات، لأن هذه فرصة ساقها الله إليه، مكنه من ذلك، يكثر من الإنفاق في سبيل الله والصدقات، بذل المعروف وإقراض المحتاجين وتوسع على المعسرين. نعم. فضيلة الشيخ،
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التشاؤم في ثلاث: المنزل والزوجة، الحديث. فهل هذا التشاؤم يكون تطيرا أو عدم الشكر؟ لا، ما هو تطير، هذه مخلوقات شريرة خلقها الله شريرة. الله يخلق بعض الأشياء شريرة ويخلق بعض الأشياء خيرة. فإذا عرف عن مكان أو عن دابة أو عن زوجة أن ذلك المخلوق الشرير فالإنسان يتجنبه، مثل ما يتجنب المرض، يتجنب المريض، يتجنب محل الوباء. هذا من باب فعل الأسباب والوقاية. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله فأنتج هذان وولد هذا، ولماذا ذكر هذان مثنى في الأولى والثانية مفرد؟ فهذان يعني الأبرص والأقرع، وهذا يعني الأعمى، وأنتج يعني من النتاج، نتاج السائمة وهي أولى، يعني أنه نتج من السائمة أولاد فصار له إبل وبقر يملأان الوادي. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يستدل بحديث الثلاثة على جواز التمثيل لأن الملك مثل على الثلاثة. الملك يأتي بصورة، صورة إنسان من أجل أن لا ينفر الناس، ما يطيقون رؤيته الملكية. هذا في وادي وتمثيل الناس الآن اللي هو عبث ومزح ولعب في واد آخر، ما يفهم الاستدلال هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التسمي باسم الهادي؟ عبد الهادي، هذا هو الذي معروف، عبد الهادي. الهادي بالإطلاق هو الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه مع الدليل حيث كثر المانع من ذلك والمؤيد؟ أما رفع اليدين هذا صحيح، يرفع اليدين وهذا من أسباب الإجابة، يرفع اليدين في الدعاء وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين في الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع يديه فيها كبعد الفريضة، ما ورد أن الرسول يرفع يديه بعد الفريضة، وكدعاء في الصلاة وهو بين السجدتين أو وهو في التشهد الأخير ما يرفع يديه، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في القيام من الركوع ما ورد، إلا في القنوت، إلا في القنوت. أما الدعاء غير القنوت بعد الركوع: ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما إلى آخره، فهذا لا يرفع يديه فيه لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، فنحن لا نرفع أيديه. وكذلك في الدعاء في خطبة الجمعة والعيدين لا يرفع يديه، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء إذا دعا بالاستسقاء في خطبة الجمعة يرفع يديه، أو في خطبة الاستسقاء يرفع يديه، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسح الوجه باليدين أمره سهل، ورد فيها حديث لأنه تمسح بالوجه، لكن الحديث ضعيفة، لكن بعض العلماء يقول إنها لكثرتها تتعاضد تصبح الاستدلال، فمن عمل بها فلا بأس، ومن لم يعمل بها ولم يمسح وجهه فلا بأس، الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تسمية الأطفال بأسماء مثل غادة وجيهان؟ الأصل في الأسماء الإباحة، الأصل في الأسماء الإباحة، إلا الأسماء القبيحة، الواجب على الوالد أن يختار لمولوده الاسم الحسن ولا يسميه باسم قبيح أو باسم محرم كعبد الحسين أو عبد الرسول عبد لغير الله، هذا محرم، وإنما يلتمس له الاسم الحسن، يتجنب الأسماء المكروهة، هذا من حق الولد على والده
نعم. والاسم اللي ما فيه كراهة ما فيه بس الأصل الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل من يقول لمن اسمه متعب أو العنود أن هذا سيتعب أهله وأن هذه ستكون معاندة؟ يعلم الغيب، ويعلم الغيب أنه سيكون هذا، قد يكون اسمه متعب ويكون من أحسن الناس، أو العنود وتكون من أصلح البنات. هذا كلام لا أصل له، هذا ما يعلم الغيب. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص منارات المساجد بإضاءة خضراء؟ لا بأس بذلك، من أجل يعرف أنه مسجد وأنه منارة حتى يقصده الناس. لو ما فيه منارات ما عرف الناس المساجد، خصوصا في المدن الكبيرة الآن ما يهتدون للمساجد إلا بالمنارات، ولو لم يوضع في المنارات أنوار ما شافوها الناس بالليل. فلا بأس بهذا، هذه أمور تعين على الطاعة. نعم. ذات الشيء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.